دابا ان شاء الله تجمعوا هنا باش يهزوا السلعه يديوها كامل للجمع، نساء رجال اطفال. هادشي اللي كتشوف دابا، هادشي اللي بان ليه. واخيرا الخوت السلعه وصلت للدوار، ولكن ما وصلتش للبلاصه فين ناويين نبنيو المسجد. داكشي اللي كنشوفو، العيالات ديال الدوار جايبين القنانب وغيهزوا ليا جور على ظهرهم. فعلا الخوت هاد النساء كيستحقوا التكريم، كيستحقوا الاهتمام، كيستحقوا تغطيه اعلاميه، وكيبقاو فيا بزاف، لان خاصهم طريق، خاصهم سبيطار، خاصهم محاربه الاميه، خاصهم تغطيه اعلاميه. وكنتسائل على بعض الجمعيات اللي كيدعيو دفاعهم على حقوق المراه او على القضيه الامازيغيه، اين انتم من مطالب هؤلاء النساء؟ واش نشوفو شنو كاين؟ وهذا الدوار اسمه دوار مندار، من بين الدواوير أكثر تضررا نظرا لبعده عن حضارة يعيش فيه ما يزيد 130 أسرة، ولا يصل إليه الإنسان إلا بعد مشقة في الطريق ويعيش فيه أغلب الناس الهشاشة والفقر، وبالإضافة إلى عدم وجود شبكة الاتصال والسئام ومن معه، يتحدى كل الصعوبات لأجل أن يصل إلينا، وها هو قد وصل، وجزاه الله عنا خير الجزاء. أكرمك الله. الاخوان كما تشاهدون، ما شاء الله، الله يبارك. شوفوا تبارك الله الخوت، ناس كلشي خدام، الله يعمر يدين بلا جميل، ناس كلشي خدامه. الله يحفظك يا ودي، الله يحفظكم بصحتكم. شوف 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 كلشي خدام، شوف شوف، الله يبارك فيك يا اخي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاد اللقطه الاخوان فعلا تقشعر لها الأبدان. هادو هما اللبؤات الأطلس الحقيقيين، هذه هي مثال للمرأة المغربية الصبورة اللي كتصبر مع رجلها في السراء والضراء، وتكبر وليداتها ومبادرة للخير بدون شروط ومزايدات. هذه رسالة الفيمينيست، والله العظيم إلا كنتحداكم، وكنتحدى أيضا بعض الرجال أنهم يجيو يهزوا يا جورة واحدة اللي الوزن ديالها 15 كيلو ويطلعوا في هذه العقبة ويحطوها على ظهرهم الرطب، وديك الساعة نقدر نقول لهم تكلموا على النسوية وعلى المساواة مع الرجل. المشهد الإخوان كما بورشني أنا غيبورشكم تنتوما 100%. ناس ما عندهاش، ولكن أيضا ساهمت في مسجد المحسنين بالعناء وبالتعب، تقبل الله منا ومنهم.
وأوجه ندائي إلى جميع المتتبعين. بغينا إن شاء الله نكملوا هذا المسجد ونفرحوا هذه الأمة وتكتب لنا صدقة جارية من جديد. بادروا للمساهمة، جزاكم الله خيرا. يامي الله يرحم والديك. الله يجزيكم بخير. راه فرحانين لواحد الفرح راه ما كتسواش. الله يرحم بيه الوالدين. الله يجزيكم بخير. اش كتقول المحسنين اللي تعاونوا معاكم؟ المحسنين كنشكروهم، كنشكروا حتى نتوما، وكنشكر جنود الخلفه، وكنشكر اي واحد داير يدو في هذا الفهد في البيت الله هادي. الله يجزيه بخير. وهاد العيالات مساكن باش كيحسوا؟ هاد العيالات راه الفرحه ديالهم انا اللي حاس بها، انا اللي عاشرهم في هاد البلاد هادي. والرجال نيت الله يرحم والديك. بالنسبه لي انا غادي نعطيك التفاصيل ديال هاد الناس كاملين، الرجال وعيالات. راه واحد الفرح راه ما علم به الا الله. يعني فرحانين ببيت الله. وفرحانين ببيت الله وفرحانين بشي حاجه كيعجبهم. المهم الفرحه الله يرحم بها الوالدين. الحمد لله. اسمو الحلم ديالنا راه تحقق. الله يبارك عليك. داكشي باش كنا كنحلموا واحد المده 4 سنين ولا 5 سنين راه تحقق اليوم. الحمد لله. كنشكركم واحد الشكر، واحد الشكر الله هو اللي غادي يخلص. بان لي العيالات مساكن جايين هزين ليا جور، ما كاين لا بروتوكول لا والو. ايوا انت العيالات يعني انا اللي حاس بهم. شوف ساكن غير دوك الايامات ملي قبل ما جيتي، غير الهضره اللي كتسمع اللي كيقولوا راه انا والله الا كندمع. دابا انا راه كنحس بواحد الاحساس راه الحمد لله. ديال الاخوان حنا وصلنا دابا للجامع. ها هو الجامع، وهذا الجامع. طيب شو ايش 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 كون ها؟ هادشي خطير هادشي الاخوان. وي 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 وي. صابط الضيق. تبارك الله ما شاء الله. يعني حتى هنا غيتبنى. اي الله يرحم والديك. حتى هنا غيطلع باش يتقاد معنا. باش يتقاد معنا. باش تولي مقصوره وحده. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووعدنا بالزيارة لهذا المكان، وها هو وفى بعهده ووعده. وأود كذلك أن أشكر جميع المحسنين الذين ساهموا في هذا العمل الطيب المبارك، فهذا العمل يعد من أفضل الأعمال عند الله تعالى. أنتم أبطال، أنتم أبطال، والله أنتم أبطال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقكم: خير الناس أنفعهم للناس. هذا هو البطل، لأننا نستعمل هذه الكلمة في غير موضعها. يعني كلمة أبطال، أبطال هم الذين قال لهم الله في حقهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من اعتمد. إليكم بشرى عظيمة أيها المحسنون، وهي أن الله عز وجل يحبكم. قال تعالى: والله يحب المحسنين. وختاما نشكر لم يقول في حديث الصحيح: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى، يعني ولو كمحفص، يعني وابتغى به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. يعني كنتمنى إن شاء الله الله يتقبل من الجميع. مهم ها 30 مليون الحمد لله حاضرة. من بعد شهرين ديال الاشغال كتبان لنا الحمد لله الضاله تلاحت، السراجم تبناو، البلاصه اللي كنا واقفين فيها مهدمه بدات كتبان على اساس ولات مقصوره، تبنات فيها القبه. يعني هذا مسجد المحسنين اخواني الكرام في طور الانجاز، ولا زال يحتاج الدعم ديالكم والمساهمات ديالكم. لذلك اقول لكم: بادروا للخير جزاكم الله خيرا.
من أجل إسعاد الأمة وترك صدقة جارية بعد مماتنا. مازال